السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي الكريمات، أعزائي الكرام، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو اللي كيخص فضاء النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي، وبالضبط الوحدة الثالثة من الكتاب المدرسي للمتعلم والمتعلمة، فضاء النشاط العلمي. إذا اليوم وصلت معكم المكونات الوسط البيئي، وهي الحصة الأولى في الوحدة الثالثة، الوحدة المتعلقة بالكائنات الحية ووظائفها وتفاعلها مع البيئة. إذا في الدرس غادي نتعرفوا على هدفان مهمان، وهما أن يتعرف المتعلم الوسط البيئي. يعني الهدف هو نعرفه شنو هو هذا الوسط البيئي، شنو هما أنواع أو الأوساط البيئية التي نعرفها، وسنتعرف على مجموعة من الأوساط البيئية الأخرى. كذلك أن أتعرف مكونات الوسط البيئي، مثلا عندنا واحد الوسط بيئي سأتعرف مكوناته. إذا بداية قلت لكم غادي نديرو في هذا الفيديو فقط الحصة الأولى التي تخص صفحة 35 من الكتاب المدرسي. إذا بداية غادي نبداو بالصورة ديال الانطلاق، وكذلك بهذا النص ديال الانطلاق. في لاغوبغيك أتساءل وأفترض، جو مانتيغوك إي جو سيبوز، أتساءل من حيث الصورة وكذلك من حيث الوضعية، وكذلك سأقترح سؤال التقصي والفرضيات، مفهوم؟ إذا لاحظوا الصورة، لاحظوا الصورة. إذا لدينا يد، وفوقها ماذا؟ فوقها مجموعة من الأشجار، الأرض، كذلك أزهار، إلى غير ذلك، المنازل، إلى غير ذلك. إذا على شكل وسط بيئي، على شكل وسط بيئي. إذا نلاحظ مثلا وسط بيئي، أو نلاحظ بيئة. ذكر نقرأ دابا وضعية الانطلاق. إذا بعد عودة عائشة من المدرسة قالت لأخيها، سنقوم بخرجة إلى الغابة المجاورة للمدرسة. إذا من بعد ما عادت من المدرسة، من بعد ما رجعت من المدرسة، هاد عائشة قالت لأخاها يلا نديروا واحد الخرجة إلى الغابة، الغابة المجاورة للمدرسة. فأجابها، إننا نتنزه في الغابة كل نهاية أسبوع، فما الفائدة من هذه الخرجة؟ إذا قالها حنايا دائما كنخرجوا للغابة كل نهاية الأسبوع، كل سبت والحد. إذا شنو الفائدة من هذه الخرجة دابا؟ فأجابت، إنها خرجة لتعرف الوسط البيئي، إنها خرجة لتعرف الوسط البيئي. إذا قالت له هذا عائشة، قالت له بأنه هذه الخرجة هذه ماشي للتنزه، وإنما هذه خرجة لتعرف الوسط البيئي، فهم باش نعرفوا هذا الوسط البيئي ديال الغابة. إذا في نظركم ما هو سؤال التقصي الذي سيتناسب مع الوضعية وكذلك مع الصورة، صورة الانطلاق؟ إذا كما عودتكم بالنسبة للتلاميذ اللي كيتابعوني واللي كيخصهم فضاء النشاط العلمي، كنت طلبت مني أنني نبدأ نكتب سؤال تقصي وكذلك الفرضيات وكذلك جميع الأجوبة قبل البدء في الفيديو. إذا الشيء اللي درت معكم، عندي هنا أولا الوحدة الثالثة، الكائنات الحية ووظائفها وتفاعلاتها مع البيئة، مكونات الوسط البيئي، هذه هي الحصة الأولى. إذا السؤال، سؤال تقصي الذي سيتناسب مع الوضعية، وهو ما هو الوسط البيئي وما هي مكوناته. إذا هنايا الأخ ديال عائشة سألها، لماذا سنتنزه في الغابة اليوم؟ لأننا نتنزه كل أسبوع، فما الفائدة من هذه الخرجة؟ فقالت له، سنتعرف على الوسط البيئي. إذا السؤال ديال التقصي اللي خصنا نجاوبو عليه، وهو ما هو الوسط البيئي وما هي مكوناته؟ ما هو الوسط البيئي وما هي مكوناته؟ بالنسبة لسؤال اون فرونسي، سي كيس كان ايكوسيستيم اي كيل سون سي كومبوزونت، كيس كان ايكوسيستيم اي كيل سون سي كومبوزونت. دونك شنو هو الوسط البيئي وشنو هما المكونات ديالو؟ داكوغ. بالنسبة للفرضيات، في نظركم الفرضيات يعني فقط سنجيب عن هذه الأسئلة، يعني سؤال تقصي غادي نجاوب عليه، ممكن تكون الإجابات أو الفرضيات صحيحة وممكن تكون خاطئة. داكوغ. إذا نشوفوا الفرضيات اللي اقترحت على هنايا. من بين الفرضيات، إذا أولا أفترض أن الوسط البيئي هو الشاطئ، يعني الوسط البيئي كله هو الشاطئ. أنا أفترض بأن تلميذا ما قال هذا الافتراض، مفهوم؟ وتلميذ آخر قال بأنه يفترض أن الوسط البيئي هو الغابة، يعني الوسط البيئي هو الغابة. وتلميذ آخر افترض أن الوسط البيئي توجد فيه حيوانات ونباتات والإنسان. إذا هذوما ثلاثة ديال الافتراضات كيتلائموا مع هذا السؤال ديال التقصي، وهما باعتبارهم أجوبة لسؤال التقصي. داكوغ. لكن
للتحقق من صحة الفرضيات لابد لنا من دراسة أختبر فرضياتي. إذن أختبر فرضياتي je vérifie mes hypothèses. دونك غادي نختبر الفرضيات ديالي واش صحيح ولا لا. إذن تمثل الوثائق التالية صورا لأوساط بيئية دي زيكوسيستم. دونك هاد الصور هادو ما عبارة عن أوساط بيئية. داكوغ عندنا 4 ديال الأوساط البيئية إذن مختلفة. داكوغ أوساط بيئية مختلفة. إذن هذا الوسط هذا ما كيشبهش هذا وهذا ما كيشبهش هذا إلى غير ذلك. السؤال الأول أحلل الوثائق ثم أنجز في دفتر التقصي. إذن غنحلل الوثائق وغادي ننجز في دفتر التقصي. إذن كما كتلاحظوا عندنا 4 ديال الصور، صورة رقم 2، صورة رقم 3، صورة رقم 4، صورة رقم 5. إذن اللي كنلاحظوا بأن الصورة رقم 2 كتبين واحد الوسط اللي هو فيه الغابة، صورة رقم 3 عندنا البحر، عندنا الشاطئ، صورة رقم 4 عندنا كذلك واحد الضايع ولا واحد البركة، صورة رقم 5 عندنا الصحراء. داكوغ عندنا الصحراء الرمال كتبين لنا الصورة. داكوغ إذن من بين الأسئلة التي سنجيب عليها وهي السؤال الأول أعطي عنوانا مناسبا لكل من الصور 2 و3 و4 و5. إذن غادي نعطيو عنوان مناسب لهذ 4 ديال الصور. داكوغ نبداو بالصورة رقم 2. ما هو العنوان المناسب؟ إذن هذا وسط بيئي. لاحظ الأجوبة هي كالتالي هذا وسط بيئي غابوي. إذن هذا وسط بيئي غابوي. فهم بالنسبة للصورة رقم 3 هو وسط بيئي بحري. وسط بيئي بحري وهذه وسط بيئي لضائع. وسط بيئي لضائع إذن هذه عبارة عن ضائع. فهم خامسا وسط بيئي صحراوي. وسط بيئي صحراوي. داكوغ نقول لكم هنا كاين الصحراء وكاين الرمال. سؤال ب أبين المكون الرئيسي لهذه الأوساط الممثلة في الصور 2 3 4 5. إذا غادي نبين المكون الرئيسي ديال الأوساط. المكون الرئيسي من ماذا يتكون كل وسط؟ إذا هنا إلا لاحظتوا هذا الوسط كيتكون من التربة، كيتكون من الأشجار، كيتكون من النباتات. إذا غادي نعرفوا شنو هو المكون الأساسي والرئيسي لهذا الوسط. ثلاثة شنو هو المكون الرئيسي ديال وسط بيئي بحري؟ إذن هو الماء. إذن ماء البحر. رابعا شنو هو المكون الرئيسي لهذا الضايع؟ هو داك الماء اللي كاين واللي كيتجمع باش كيكون لي واحد الضايع. وخامسا المكون الرئيسي هو رمال البحر. اذا الاجابه هي هذه اللي قلت لكم. اذا الجواب ديال سؤال ب المكون الرئيسي للاوساط الممثله في الصور. اذا عندي في الصوره رقم 2 التربه هو المكون الرئيسي، الصوره رقم 3 ماء البحر هو المكون الرئيسي، الصوره رقم 4 ماء الضايع هو المكون الرئيسي، وفي الصوره رقم 5 رمال الصحراء هو المكون الرئيسي للوسط البيئي. إذن هنا التربة، هنا ماء البحر، هنا ماء الضايع، وهنا رمال الصحراء. نشوفوا سؤال جيم أصنف هذه الأوساط البيئية. يعني هذه الأوساط البيئية اللي كتشوفوا هنا يبربع بهم غادي نصنفهم. داكوغ غادي نصنفهم وغادي نشوف الأصناف اللي غادي نديرو. إذن عندي جوج ديال الأصناف، أوساط بيئية برية وأوساط بيئية بحرية. ماذا نقصد بأوساط برية؟ أوساط البرية يعني اللي كاينة في البر، يعني كاينة في التيغاستر، يعني اليابسة. فهم يعني اليابسة غير الأرض والأشجار إلى غير ذلك. وأوساط بيئية بحرية يعني اللي كتتعلق بالبحار وبالضياء إلى غير ذلك. مفهوم؟ إذن يمكننا نصنفوا هذه الأوساط البيئية إلى أوساط بيئية برية des écosystèmes terrestres وأوساط بيئية مائية des écosystèmes aquatiques. داكوغ إذن الأوساط البيئية يمكننا نصنفوها لجوج الحاجات. نصنفوها الأوساط بيئية برية يعني في البر، وأوساط بيئية مائية يعني في الماء والبحار إلى غير ذلك. فهم بقى لنا سؤال أخير وهو سؤال دال أعطي تعريفا بسيطا للوسط البيئي. الآن غادي نعرفوا شنو هو الوسط البيئي. غادي ننطلقوا من هاد الصور ومن الإجابات ديال أسئلة ألف باء وجيم وغادي نعطي واحد التعريف بسيط للوسط البيئي. إذا الوسط البيئي هو واحد المكان طبيعي. داكوغ مكان طبيعي. إذا إما كيكون غابوي، إما كيكون بحري، إما كيكون عبارة عن ضايع، إما كيكون صحراوي، كتعيش فيه كائنات حية. تعيش فيه كائنات حية. مثلا هنا تعيش كائنات حية، مثلا الحيوانات ديال الغابة، كذلك هناك ديدان في التربة. بالنسبة للصورة رقم 3 تعيش كائنات حية يعني الأسماك في البحر. هنا كذلك
ذلك ها هي الكائنات الحية كتشوفوها في الصور ذكر، وهناك ذلك تعيش كائنات حية. إذا الوسط البيئي هو مكان طبيعي، ومكان طبيعي شوفوا التعريف المقترح من طرفي، إذا الوسط البيئي هو مكان طبيعي سواء مائي أو بري، إما كيكون مائي يعني وسط بيئي مائي يعني داخل في الأوساط البيئية المائية، أو لا بري داخل في الأوساط البيئية البرية تعيش فيه الكائنات الحية. إذن أعيد، الوسط البيئي ومكان طبيعي سواء مائي أو بري تعيش فيه الكائنات الحية. داكوغ، إذا وهذا غادي نكون كملت الأنشطة ديال الصفحة 35، ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم اللي كيخص الصفحة 36 وهي تتمة لهذا الدرس وبالضبط الحصة الثانية. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.